السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب عنابة لنقف على مدى جاهزية هذا الملعب لاحتضان المقابلة الودية التي سوف يقوم بها الفريق الوطني المحلي أمام فريق السنغال. وكذلك نلاحظ أنه فيه يعني تحسينات ما شاء الله يعني كبيرة راهي في الملعب. لاحظ انه لي غارد كور بالاينوكس حاجه رفيعه، فيها يعني تحسين بعض الرتوشات الاضافيه اللي تزيد من قيمه على الملعب هذا اللي اصبح يعني لاني الاشغال هذه كلها مدت نتائج غير منتظره الحقيقه. وحتى كذلك يعني الارضيه تاع الميدان راهي في احسن ما يرام، يعني روعه، حاجة ما شاء الله. وكذلك نتمنى السلطات أن تفكر في تغطية الملعب هذا اللي يحتاج يعني إلى تغطية. الحقيقة الملعب يعني كتقرب 60,000 متفرج لازم إن شاء الله يكون فيها تغطية. ما كاين لي ماتيريو كومبوزيت، كاين الألومنيوم، كاين حاجة ليجي يعني ستركتور توبولار يعني ويكون فيها تغطية. كاين تواتير ما تكونش ثقيلة بزاف، ما تتعبش لا ستركتور تاع البيطون تاع الاستاد تاع لي تريبيون وكاع، سيرتو هو جاي سير ان فالاز، ما يعني ممكن يعني بسهولة تغطيته وما تكلفش كثير، والله ما تكلف. إن شاء الله باتي ميطال تدرس المشروع وتقوم بالمشروع بكل إرياحية. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.